ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى. أجابته أسرار الجلالة ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو الله. استوى على العرش ونادى بكل عزة وجبروت: إنني أنا الله. وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير حضرة النبي محمد أبا الزهراء. يا نعم المرجى، يا نعم المؤمل، يا مؤيد، عليك الله رب العرش صلى كذا الأملاك صلوا على محمد. رأى مولاه رب العرش حقا، وما نظر الإله سوى حبيبه محمد. ملجأ الكون إليه طرا، جميع الرسل صلى بهم سيدنا محمد. ولا نبي يأتي بعد طه ختام المرسلين سيدنا محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. فلست أمدح محمدا بكلامي، ولكن أمدح كلامي بذكر محمد صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، وكما بدأنا ليلتنا بالقرآن الكريم، حان موعدنا مع مسك ختام هذه الليلة، والتي تقام تكريما لأمنا عليها من الله فيضاد الرحمة وسعة المغفرة. ليلة تكريم فقيلة عائلة آل خاطر بالخيوة، حرم الراحل الكريم الحاج سعد خاطر، عليه وعليها من الله فيضاد الرحمة وسعة المغفرة. فهيا بنا الى جمال الصوت وروعة الاداء بصحبة العلم المتجول بين محافظات مصر والوطن العربي، رزقه الله تعالى صوتا يدوي به في الاذن كدوي النحل في الخلية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات وابن مدينة الغربية والمقيم لمحافظة القاهرة، فليتفضل مشكورا. عربية داتسون 68-13 داخل الطريق، لو سمحت عشان الطريق مغلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. حاضر حاضر حاضر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم Gracias.
علاهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم كفار
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد ربنا
يقيموا الصلاة ربنا يقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا
ربنا وتقبل الدعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم يؤخرهم ليوم
تشخص فيه الأبصار. حاضر حاضر ماشي. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. حاضر 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 حاضر. نسألكم إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقاً أم السماء؟ برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله
الغفر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم 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 علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله علمه الوحي إلى قلمي. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم. شاكرا لقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة المصرية وابن مدينة الغربية والمقيم بمحافظة القاهرة تكريما للخطيبة الراحلة عليها من الله ضيوفات الرحمة وسعة المغفرة مشاركين العزاء لأسرتها جميعا عموم عائلات آل حاضر بالإخوة بعموم قرى ومرات المحافظة الشرقية ليلة تكريم حرم الراحل الكريم الحاج سعد حاضر عليه وعليها من الله ضيوفات الرحمة وسعة المغفرة مشاركين العزاء لأنزالها جميعا وعنهم الأهل الحبيب الحاج صلاح سعد خاطر والوالد الكريم الحاج محمد عيسى خاطر وإلى عموم الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا باسمهم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا ولعموم مشارك العزاء. شكر العمل صوتيات بمحافظة الشرقية والمصلحة لكبار قراء إدارة المهندس أول المهندس محمد أحمد إسماعيل أبو المعاطي بالإخوة وإلى عميد مفاولي أشغال الفراشة والإنارة بالشرقية الحاج حسام علي موسى بصهبونا وإلى عميد مفاولي أعمال الضيافة بالشرقية المتر أحمد عامر بالإخوة وإلى وحدة التصوير العالمية الأستاذ أبو هاشم أبو زيد بمدينة الحسينية.